اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة الأكل بتاعنا طلياني ولكن بطعم مصري وخفة دم مصرية. هنعمل البوبيت، دي أكلة مشهورة بنشوفها في المنيوهات. لما بنروح على مطبخ طلياني بيبقى فيها افتكاسات كتيرة، بعض بيحشيها مشروم والبعض بيحشيها لسان. احنا بقى هنعملها النهاردة باللحمة المفرومة. هنعملها ازاي؟ يعني لحمه جوه لحمه يا شيف، ده انت مبوظ الميزانيه. هي فكره طهويه كده، خلونا نجربها مع بعض ولكن بمقادير بسيطه في متناول الجميع وبعدد افراد الاسره. الكميات اللي هو اللحم الكندوز او الضاني شرايح، ومعانا لحم مفروم. معانا الطبق الصيام النهارده علشان طبعا المطبخ المطبخ الصحي طبيعي لما بيكون الاكل هيلسي بيكون انا بحولها لاكل صيامي. وبمناسبه طبعا صيام اخواننا المسيحيين احنا بنعمل كل يوم طبق صيام. هتعمل ايه النهارده يا شيف؟ هعمل كفته الرز بالخضار، دي حقوق الطبع لدينا وبس. هنعملها مع بعض ازاي؟ لها تفاصيل كتيره، بدايه من الرز المصري المسلوق مع تشكيله من الخضار. معانا شوربة البسلة النهاردة، والبسلة غنية بالبوتاسيوم للسيدات الحوامل والأمهات. خلينا نعملها شوربة النهاردة بالكريمة ونتلاشى مشاكل البسلة من الانتفاخات ومشاكل القولون. هنضيف لها شوية كمون مع الكرفس، بالتأكيد هيكون طعمها مميز. تفاصيل كتيرة في الحلقة النهاردة بتكلفة قليلة جدا ولكن الطعم مختلف. هتقولي من المطبخ الطلياني من المطبخ الغربي ايا كان، ولكن اللي بيعملها خفه دم مصريه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل بسيطه وسهله ولكن الطعم مختلف. بس قبل ما نخش في الاكل، هو ايه الغريب هنا اللي خلينا نخش مطبخ طلياني او مكسيكي او صيني او ياباني او مطبخ شرقي مطبخ عربي؟ هي المقادير واحد، هي الخبرة الطهوية هنا، معلوماتك عن المطبخ وخبرتك عن المطبخ اللي تقدر تخش اي مطبخ تعملي اكلة انت حباها بنفس الطعم وبنفس الشكل بتاعة البلد اللي هي منها. هنعمل مع بعض دلوقتي طبق صيامي اللي هي كفتة الرز بالخضار. مقاديرها على الشاشة. معانا رز مصري مسلوق مسبقا ثلاث ارباع سوى، ومعانا تشكيله من الخضار اللي هو الجزر والبطاطس والكوسه والكرفس، وتشكيله من الفلفل الالوان والبهارات بتاعتنا الجميله الحلوه، ملح وفلفل وشويه كمون لطاف. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. انت ممكن تضيفي مشروم برضو، مفيش اي مشكله. المقادير في متناول الجميع. تاني المقادير عشان الطبق ده مهم جدا وقيمته الغذائيه عاليه جدا وفي خبره طهويه عاليه جدا. تشكيله من الخضار، بطاطس مسلوقه بالقشره وبعد ما اتسلقت قشرناها ومتقطعه مكعبات. نيه يا شيف؟ لا مش هنضيفها نيه. الجزر مبشور والكوسه مبشوره، خلي بالك. كرفس متقطع معانا، وتشكيله من الفلفله الملونه. الرز المصري اتغسل واتسلق ثلاث ارباع سوى. معانا من البصل والثوم مقدار معين، ومعانا كمان ما تنساش شويه البهارات الحلوين بتوعنا. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي والتكنيك في طبق كفته صيام. اول حاجه الكبه معايا، بحط فيها الرز المصري. لا ده لازم يتسلق، ما يتبلش بس خلاص، لازم يتسلق تقريبا نص سوى او ثلاث ارباع سوى. الكميه دي كويسه، هنعملهم على مرتين. حلو اهو زي الفل. البصلة بتاعتنا المفرومة الناعم تتحط هنا كده، الله. شوية توم محترمين كده، توم طازة. دايما أطباق الكفتة تستخدمي فيها توم طازة. آدي التوم الطازة بالشكل ده كده، معلقة فلفل حلوة، حلو قوي. تمام يا عم الشيف. قرن فلفل كده من ده كده، الله. وكمان من الاحمر ده كده، الفلفل الاحمر ده بيدي طعم. فلفل الرومي ده كده اهو بالشكل ده كده، حلو. والقرن الفلفل الحار ده كده، اذا عايزاه سبايسي، ده مش حار قوي على فكره. وفي قلب الكبه يا عم الشيف كل ده ينطحن مع بعضه. هو ده عصب الكفته. اللهم صل على النبي. We'll be right back.
شكرا. بس خلاص ازعجتنا. هي دي التركايه. انا عملت ايه دلوقتي يا شيف؟ نزلت باول حاجه بالرز المقادير اهيت، وبعدين حطيت البصل والتوب، وشغلت الخلاط بتاعي والكبه بتاعتي. في حال تشغيلها وهي مستمره التشغيل على السريع، بنزل بالبطاطس اللي انا سلقتها مسبقا واتبردت وقشرتها بعد ما اتسلقت وقطعتها مكعبات. هي دي التركايه هنا. هنشيل الكبه دي، ملهاش عوز عندنا تاني بعد كده. حلو قوي. ايه الموضوع بعد كده؟ احنا مع بعض هننزل الخليط ده كده. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ الخبره الطهويه بتلعب دورها في ان انا اعمل كفته متماسكه فيها طعم مختلف. ادي الرز المصري اتحول لخليط له قوام بالشكل ده كده، ومعانا الجزر مبشور، ومعانا دي مش تاخد بيض يا غالي، دي صيامي، لا زبدة ولا سمنة ولا بيض. حلو الكلام اهو. شيل دي من هنا، خليط ده كله مع بعضه. الفرن بيقول لي انا جاهز اهو. حلو اهو كده، المقدار كله اللي في الكبة اوكي. بهارات حطينا لسه. معانا بقى طبعا الجزر بتاعنا بينزل عليها كده. حلو الكلام. الكوسة المبشورة اهي، خلي بالك ده جزر وكوسة وكمان شوية كوسة. البهارات بتاعتنا هنا ملح بإيدينا كده نظبط، خلي بالك مهم جدا. البهارات طبعا حسب رغبتك انت بقى، ولكن يفضل مثلا إضافة بهار زي البابريكا. مدرستها ايه دي يا شيف؟ دي المدرسة المغازية. كفتة الرز بالخضار صيامي. هتفك مننا طبعا لا فلفل الأسود بتاعنا الحلو، وكل المزيج ده يا عم الشيف هنقلبه مع بعضه. طب طريقة السوى ازاي؟ طريقة الطهي ازاي؟ هو ده الكلام بقى. في طريقتين احنا مع بعض، في طريقتين لعملية التسوية. ولكن قبل ما نقول طريقة التسوية او طريقة الطهي هتتم ازاي، تعالوا نتكلم عن القيمة الغذائية اللي موجودة في الطبق اللي بين ايديا ده. رز يعني كربوهيدرات ونشويات آمن، اتسلق في مية بس من غير اي توابل، من غير ملح حتى، سلقته تلات ارباع سوا تقريبا وسبته لما يبرد في التلاجة. الجزر فيتامين سي ومفيد جدا بأليافه وكل تفاصيله. الكوسة مفيدة للقلب وللجهاز الهضمي. البطاطس كلنا عارفين ان هي غنية بالكربوهيدرات والنشويات الفعالة اللي بتمتص السموم اللي موجودة في الجسم. ده كرفس. حلو قوي. ونقلب. لا استخدمنا بيض ولا دقيق ولا نشا. وهتعملي دلوقتي أقراص من الكفتة طعمها لطيف. تقدري بقى تقدميها بإيه؟ مع صوص طماطم طالما هي صيامي. مش عايزاها صيامي حطي معاها وايت صوص، حطي معاها مايونيز زي ما انت حابة، بس المهم إن هي تتقلب كويس ويبقى فيه انسجام لكل حاجة. حلو قوي. تعالوا نشوف هنسويها مع بعض ازاي. نشيل ده كده حلو، ونشوف عمليه التسويه هتتم ازاي. استاذن فريق العمل استاذ رحاب بعد اذنك، انا عايز اطلع بمقادير الكفته دي تاني عشان الطبق ده حصريا على شاشه القناه الاولى بمكوناته بمحتوياته بكل الماتيريال اللي فيه. العناصر الغذائيه مفيده جدا زي الفل اهيت يا غالي، وفيها خبرة طهوية بتلعب دور مهم جدا، خبرة السنين بنقدمها لحضراتكم. اهو طبق صيامي فيه كل العناصر الغذائية. تعالوا هنسويه مع بعض ازاي. نشيل ده من هنا. اللهم صل على النبي.
ونجيب فيه صينيه في الفرن بنطلعها مع بعض. الله، زي الفل. تعالي يا حلوه. الله، الصينيه دي كده، بنحط في الصينيه دي يا عم الشيف شويه زيت زيتون. الله كده، تسويه سهله جدا وبسيطه جدا اهو. كثافه من الزيت، حلو. وتعالوا مع بعض نشتغل في الكفته دي ببساطه ازاي. مهم جدا التكنيك العالي اللي انا شغال بيه عشان تطلعي الطبق، اذا انت بتخترعيه او بتالفيه او انك انت صاحبه الفكره، لازم تعتني بالحاجات الصغيره دي علشان تخرجيه كويس. خلي بالك، طبق صغير يا الله، ونحط فيه شويه زيت. اللهم صل على النبي. شايفين الكفته بتاعتنا؟ اه يلا، اه ايديا في الزيت عشان تطلع كده حلوه زي الفل. اه على فكرة، ممكن لو عندك العدس أبو جبة الأسمر الحلو بتاعنا بتاع الكشري، تضيفي شوية من غير ما تضربوهم في الكب، حطيه كده، حطيه مسلوق في قلب الكفتة دي. اه ده اختياري. اه كفتة الرز بالخضار صيامي، وسجل يا تاريخ حصريا على شاشة القناة الأولى. اه شايف اللون والدلع والتفاصيل. المخرج بيقول لي سؤال هنا حلو، بيقول لي ليه ما نزلتش بالكوسة والجزر جوه الكبة؟ لاحظت انك انت بعد المخرج صاحي معايا، بعد ما شلت الرز والخليط الاولاني نزلت عشان التفاصيل تبان يا مخرجنا، عشان وانا باكلها اشوف الكوسه بعينيا، وانا باكلها اشوف الجزر بعينيا. خلوني بقى اعمل لي 30 40 قرص من الكفته كده عشان الجيران والحبايب، هنقدمها مع صوص طماطم لطيف، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف طبق اسمه بوبيت او شرايح اللحمه محشيه لحمه. غناوة النهاردة، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشرايح من اللحم الكندوز، نسبة الدسامة فيها او العرق اللحم العرق الدهن يعني مش موجود، اعتقد شبه مش موجود يعني، ومعانا لحم مفروم. وتعالوا مع بعض نعمل طبق، هو اي نعم من المطبخ الطلياني ولكن بيتكلم مصري. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة، وهي فكرة. حلو الكلام؟ حد دلوقتي هيقول لك يا مغازي الله يرضى عليك والله يسامحك، يعني أنت بتعمل لحمة محشية لحمة؟ ما خلونا نشوف أفكار حلوة كده. واللحم المفروم هنا تقريبا عامل 200 جرام يعني. المقادير على الشاشة، شرايح من اللحم اللي هي تقريبا كيلو، بيعمل 10 شرايح مثلا أو 12 شريحة بتاع الاسكالوب، ومعانا لحم مفروم، ومعانا من التوابل طبعا بصل وتوم وزبده، معلقه فلفله حلوه، ومعانا شويه بقدونس مفرومين ناعمين ومستردة. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، والاساس هنا والبطل هنا الكريمه اللباني. حلو قوي. اول حاجه بعملها بجهز طبق علشان ابدا ان انا اتبل اللحمه المفرومه، عشان الطعم مع اللحمه المفرومه. آه. اللهم صل على النبي، تعالي يا مفروم. اه بسم الله الرحمن الرحيم. كده الحته دي حلوه، بنحط عليها بصله ناعمه، فص ثوم حلو بالشكل ده كده، شويه بقدونس حلوين مفرومين ناعم. وخليني اقول لك على معلومه حلوه لفرم البقدونس، ويقعد عندك فترة طويلة تستخدميه استخدامات كتيرة، تاخدي البقدونس تغسليه بالعروق بتاعته وهو سليم بعد ما تنقيه كويس، فرمتيه. ويفضل طبعا غسيل البقدونس او الكزبرة قبل الفرم او قبل التقطيع يعني. حلو الكلام. وبعد كده تحطيه في شاشة او في منديل ورقي بتاع المطبخ، وتشيليه عندك في التلاجة، تستخدميه استخدامات كتيرة قوي. بينفع في البرزنتيشن، في انك تعملي طبق حلو وتحط عليه شوية بقدونس، او تضيفيه لبعض الحشوات. دي التوابل بتاعتنا الجميلة للكفتة بتاعتي او لحتة اللحمة الحلوة بتاعتي. حلو الكلام. بالشكل ده كده بنحط في داخل اللحمة دي معلقة مستردة وقليل من المكعبين من الزبدة. الله عليك. اه
وناخد الخليط ده يا عم الشيف زي ما هو كده بنقلبه. حشوه هنا زبده، لحمه مفرومه، مسترده، بقدونس، بصل، ثوم. ونخلط الخليط ده كويس كده يبان فيه الخضره بالشكل ده كده. واتاكد ان كل ده خليط واحد. دي مش كفته. نعم، كفته الرز في الفرن يا حبيب قلبي. بتستوي طبعا، انا اديت لها الصدمه الناريه على عين البوتاجاز، وفي الاخر خدتها بصينيتها ودخلتها الفرن، لان في تفاصيل جوه القرص بتاع الكفته زي الكوسه وزي الجزر، ده لازم يستوي. اما الرز عندي هنا تلات ارباع سوا، والبطاطس مستويه. وبعدين دي ما فيهاش لا بيض ولا اي حاجه، فمش محتاجه نار شديده قوي يعني. شفت الخلطه دي؟ الخلطه دي لطيفه وحلوه، هتعمل عمايلها جوه شريحه اللحمه. زي الفل. قلبت الخلطه دي يا عم الشيف، بخليها على جنب، وظبطنا التوابل بتاعتها زي الفل، تخليها كده على جنب المعلقه. تعالوا مع بعض نشوف شرايح اللحمه هنعمل فيها ايه. اللهم صل على النبي. حسب عدد افراد الاسره. حلو. شريحه اهي اهي اهي. شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال ده؟ حته لحمه دي، لا 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 لا، دي بص جايه من عند الجزار دلوقتي اهي اهي. شفت؟ بص، ومداني وصايه، قال لي شيف مغازي والاسم اسمي على الهوا علشان انا بحبك. شفت الجمال؟ حاضر يا فندم. ده حبيبي، حبيب هارتي. انا مسميه حبيب هارتي. حلو الكلام. شفت حته اللحمه جميله؟ هعمل فيها يا عم الشيف زي ما هي كده، هتبلها تتبيله على الماشي، سنه ملح صغيره، حلو قوي، سنه فلفل صغيره. اللحمه عايزه تاكليها هي الملح والفلفل، طالما اللحمه طازه وزي الفل. خلي بالك لان حته اللحمه المفرومه هنا من التتبيله تتبيله حلوه قوي بالشكل ده كده، تمام زي الفل. مش لازم بقى عصير ميه بصل وعصير طماطم ونحولها لبوفتيك، انا عايز شويه شوربه هنا، محتاج لهم الحله بتاعتي مش بنساها. نار، ميه على النار، بحط فيها جزر وكرفس وبصل عشان هحتاج لها دلوقتي في طريقه عمل البوبيت زي الفل. واجهز الطاسه بتاعتي. دي لازم معايا يوميا ده. وطاسه معايا زي الفل. تمام. ومعانا توزبيكس عينيه. الله. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ده كرفس وبصل وحبهان، يعني بص بقى اسمها حله الخير. شفت فيها ايه بقى؟ فيها كل حاجه حلوه اهي. دي دايما خليها معاك، عندك شويه جوانح فراخ، عندك عظم فراخ، عظم لحمه، حطيه في قلبيها وانت قلبك جامد. حاجه كل حاجه زي الفل. معانا صوص طماطم بيغلى على النار معتق متسبك، ده اللي انا هقدم معاه كفته الرز بالخضار صيامي. بصلايا تومه اتحمرت في زيت زيتون مع شويه زعتر محترمين، نزلت بالطماطم بعد ما ضربتها في الخلاط وسايبها على النار تستوي. صوص الطماطم اللطيف ده كده. انا مع بعض واحده واحده على عينك يا تاجر. هنشوف حته اللحمه معانا، ومعانا التوزبيكس بتاعنا الجميل حلو قوي، ومعانا الصينيه اللطيفه دي فيها شويه دقيق. اللهم صل على النبي. بنحط شويه بهارات على الدقيق. بهاراتك على الدقيق يا عم الشيف. لازم تعملي اي بانيه، تعملي اي كريسبي، دايما تتبلي التوبنج بتاع الحاجه، سواء جمبري سواء بوبيت زي ده كده. شويه الدقيق والبهارات دول عشان نفصل طعم الدقيق، وما تنسيش طبعا شويه فلفل حلوين. ونقلب الدقيق ده يا عم الشيف بالشكل ده كده. هتقولي يا شيف مغازي ده تبذير، انا عارف سامعك. الدقيق ده بعد ما تخلصي منه لو في كتل او في يعني حاجات كلاكيع كده نتيجه انك عملتي فيه بانيه، بتصفيه كويس وبتدخليه كويس وتشيليه في الباب بتاع الفريزر في كيس صغير كده، تستخدميه في حاجات كتيره قوي بقى، سمك، فراخ، لحمه، زي ما انت عايزه. مش هنرمي حاجه عشان ما نقولش ده تبذير. يخلص تعملي غيره زي الفل. لكل حاجه لها جواب عندي. تعالوا نلف اللحمه دي مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده الايه الحشوه دي بالمعلقه، لحمه جوه لحمه،
تبذير لا افكار مع بعض. بسم الله. كمان حته عشان تبقى زي الساندوتش والفها كده اهو بالراحه كده اهو. الله حلو قوي السؤال ده يا استاذ رحاب. والله السؤال جالنا من الكنترول، واضح ان بيستفيدوا من الخبره الطهويه. قال لك ينفع نستبدل اللحمه المفرومه بخضار؟ ينفع. يفضل الاسباركوس. الاسباركوس في منه نوعين، الابيض والاخضر. سعره غالي شويه بس لطيف وجميل. بحطها هنا كمان واحده. طبعا انت عايز واحده زي دي يا شفيق وتعشت، انا عارف. لحمه جوه لحمه. ايوه هو ده الكلام. الاسباركوس ده نوع من انواع الخضار مشهور في ماليزيا في المطبخ الغربي عموما، يعني ده المنشأ بتاعه. يستخدم في الاطباق المكرونات واطباق اللحوم المشويه، ويفضل استخدامه في عمل طبق البوبيت. شفت التسبوكس؟ حلو ده كده، هو ده كده. وموجود في السوبر ماركت بس سعره غالي شويه، والبدايل بتاعته كتيره قوي. ممكن يكون فلفل الوان، ممكن يكون في جزر شرايح زي ما احنا عايزين. ممكن نحط بلميتو. هتقولي لي ايه البلميتو ده؟ ده الجمار بتاع النخل. ناخد ده. دي الثقافه الطهويه بقى، لازم تبقى انت في المطبخ ممكن تاكلي طبق فول طبق بسطرمه بالبيض، بس عندك الثقافه الطهويه اللي تخليكي قاعده عارفه الدنيا حواليكي ماشيه ازاي. شايفه التوزبوكس ده يعدي كده؟ هو ده حتة اللحمة زي الفل. الله، لحمة جوه لحمة. ايه ده؟ عرس عادل امام ربنا يديله الصحة يا رب، الفنان الجميل اللي انا بحبه، قال لك التلاجة دي كلها مليانة لحمة. حلو، شفت ازاي؟ تمام زي الفل. اشيل ده من هنا. الله، وعندي طاسة شديدة الحرارة على النار. حلو الكلام، وأمن عليها كده زي الفل عشان لازم حتة اللحمة تنزل على نار شديدة. زيت. اتفقنا مع بعض؟ لسرعة التحمير بنحط إيه؟ سمعوني، مكعبين من الزبدة. هحتاج لهم دول زي الفل. وأمسك اللحمة دي كده. وأغلفها تغليفة محترمة. عينيا. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ سندوتش لحمه، محشي اللحمه اهو زي ما هي كده. يلا 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 على فين؟ تاني. ما تفكش يا غالي تفك، احنا بنهزر. بتهزر انت ولا ايه؟ الله، ايه ده؟ عينيا. شفت بتاع؟ بص 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 على الحلاوه، بص على الحلاوه. سندوتش لحمه. زي ما هي كده اهي. على فين؟ هنا كده. يلا ممكن نطلع فاصل زي انتوا حابين. يلا اللهم صل على النبي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل بسيطة وسهلة ممكن تكون التكلفة زيادة شوية. لحمة جوه محشية لحمة، محشية لحمة، شرايح من اللحم. في حاجة مهمة جدا، احنا ممكن نستبدل شرايح اللحمة بشرايح صدور فراخ وتتحشي نفس الحشوة، يبقى التشيكن بوبيت بيسموه. فده اختياري برضه، هنخليها زي ما هي كده. وتعالوا مع بعض نعمل شوربة البسلة. مقادير شوربة البسلة على الشاشة. بسلة خضراء، يا إما منها طازة، ويا إما إن احنا نجيب كيس بسلة من أي سوبر ماركت نشوف تاريخ الصلاحية بتاعه. وادي البسلة معانا. حاضر أهي زي الفل. شوربة البسلة مع بعض بالكريمة، هنشوف نعملها مع بعض إزاي. بطريقة سهلة، معانا بسلة ومعانا بصل ومعانا توم، وأنا حابب أعمل شوربة البسلة النهاردة.
بطعم جديد، ممكن اضيف لها شويه صوص طماطم زي ما انا عايز، يبقى لونها بينك حلو كده، الاطفال يحبوها، مفيش اي مشكله. الطاسه دي على النار، بنحط معلقة زيت زيتون صغيره، معايا البوكي جارني بتاعي ده فرحان بيه، هستخدم منه للبوبيت واستخدم منه للشوربه بالشكل ده كده، ونقلب البصلايه مع النار. اللهم صل على النبي. البسله لها مشاكل مع القولون، يعني اللي بياكلها يعني، ولكن يفضل طبعا لما نيجي ناكل رز ببسله او البسله جوه يخنه الجزر بالبسله، يفضل مضغ البسله عشان نستفيد بالسكريات والالياف اللي موجوده فيها. خلي بالك في بعض الاكلات لازم نمضغها جيدا، خلي بالك ده مهم جدا، يعني لازم نتعلم كمان عمليه الثقافه الاكل. لما نيجي نقعد على الاكل، مضغ الاكل جيدا بيساعد في حاجات كتيره مع مراحل العمر. يعني امي رحمه الله عليها بصراحه كانت تقعد على الاكل فتره طويله جدا، تمضغ الاكل جيدا، الحمد لله رب العالمين ماتت وصحتها زي الفل. فانا بنصح والله، وانا نفسي برضو القصه دي بس انا بستعجل شويه، لازم نمضغ. ناكل رز، بناكل مكرونه، بناكل عيش، بناكل بسله، بناكل خضار، حتى لو جزر خياره بناكل في سلطه. مضغ الاكل جيدا بيبقى العمر الطويل للانسان والجهاز الهضمي والكولون مهم جدا على فكره. في استمتاع بان احنا بنستطعم الاكل. البسله معايا جاهزه، معايا من البصل الاخضر العروق اللطيفه الحلوه دي كده معانا اهوت، بنفرمها كده بالسكينه. حابب ان هو يشارك اهو، عروق البصل الاخضر دي حلوه لما بتكون معانا، تتفرم صغير كده بالشكل ده كده، حلو قوي. فص توم حلو، بس استنى على البصلية شوية تتحمر. ايه الاخبار؟ نبص على البوبيت اخباره ايه؟ ايه الحلاوة دي؟ بص على الحلاوة دي كده بقى، بص على الحلاوة اهو، هو ده الكلام اهو، ده البوبيت بتاعنا اهو. حتة اللحمة تتحمر من كل الاطراف، ننزل عليها بالبيون اهو. ركز معايا بقى بس نصفيه كده شوية معلش بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة الحلوة مع الخبرة الطهوية تتحدث عن نفسها. ما انزلش بالبيون بتاعي أو بالشوربة بتاعتي على اللحم إلا لما ياخد لون ويتحمر عشان تستوي. الله طبعا هنستعين هنا بمعلقتين من النشا علشان ناخد قوام للصوص الكريمي بتاعنا. البصلية بتتحمر هنا كده، بننزل بالتومة والبصل ده كده، الله أكبر، تقلبة حلوة، بسم الله الرحمن الرحيم معانا البسلة بتاعتنا، في طريقة بقى لعمل شوربة البسلة أنا بحبها زي طبق الفول كده. دايما لما أعمل شوربة البسلة تستوي أهرسها بالشوكة عشان شخصيتها تبان، يعني ما بحبش اضربها في الخلاط كلها مره واحده بتوه مني، بتبقى زي شوربه السبانخ، هي خضرة مش عارفين طعمها ايه. البسله تنزل بالشكل ده كده ولكن استطعمنا بالبسله عامله زي حبات الزبيب كده، السكريات اللي فيها لما نحطها جوه الرز ونيجي ناكل الرز بالزبيب، طعم السكريات اللي في الزبيب لما بتيجي تحت ضرسنا وسنتنا واحنا بناكل بتبقى لطيفه وحلوه. في حاجه هنا؟ تمام زي الفل. اللهم صل على النبي. الشوربه خلصت ونوع شوربه جديد، واحنا في موسم الشتاء وايام الشتاء بنحب ان احنا دايما نشرب شوربه. عملناها شوربه العدس ونعملها تاني يا غالي. العدس ده ممكن نعمله 20 صنف. التقليبه دي حلوه للبسله، رشه الملح في حاله التحمير علشان تدينا اللون الخضار بتاعها. الله الله شوربة البسلة بالكريمة، تشويحة دي علشان تاخد طعم البصلية والتومة. بتجازك نضيف يا عم الشيف، وانت نفس الكلام برضو وانت بتشتغلي ايدك النظافة اول باول، علشان برضو وارد ان اصدقائك وقرايبك يكونوا في استضافتك. نصفي
البيون بتاعنا. اللهم صل على النبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا بينا. يلا هو ده هو ده. طلعت الشوربه معانا. شفت البوكيه جرنيه عملت بيه؟ ما جبتش بقى مكسبات طعم ولا حاجه، اهو زي الفل. خلصت الشوربه. الله، شفت الحلاوه؟ ونسيب البسله بقى تستوي. ده المطبخ. البسله ما بتاخدش وقت كتير في السوا. حلوه قوي. نعم، حاضر. نبص عليها دلوقتي الكفته. الكفته طبعا بقت كلها جسم واحد في قلب الصينيه، ده الطبيعي لان فيها بطاطس وفيها خضار وهي صيامي. اللهم صل على النبي. نقلب كده، هو ده. حطينا ملح ما تنسيش. الكرفس الاخضر بتاعنا مع الشوربه لطيف وجميل، ودايما اقول الكرفس ملك الشوربه. زي الفل. اخبار البوبيت ايه؟ بجيب كسروله بحط فيها معلقتين من النشا بمضرب صغير بالشكل ده كده، او عد كويس صوص مفيش مشكله. واحط على ده يا عم الشيف شويه حليب صغيرين كده عشان هضيف كريمه لباني. اللهم صل على النبي. هنا مش هنقلب بالمضرب، بالراحه خالص كده. بنوسع للبيت ده كده. شفت القوام؟ انا عايز البيون ده، عايز الشوربه دي. اشيل دي من هنا؟ حاضر، عينيا عشان تبان معانا خرجنا الجميل. الله يا عم الشيف. بالراحه كده. ونقلب. شفت القوام ده؟ خلاص. شفت ازاي ربط معايا الصوص ازاي؟ زي الفل. اعمل ايه؟ باخد شويه بيون من اللي عندي. الصوص ده مهم جدا. في كل حاجه. واقلب كده. عايزك والله لما تقف في المطبخ يكون عندك ثقة في نفسك كده، أنت عارفة بتعملي إيه، وتتعلمي من الشيف المغازي حرية التصرف. مفيش حد معاكي، أنت معانا يا مخرج ومعانا يا إعداد ومعانا يا إخراج ومعانا يا أساتذة مصورين، كل ده علشان نطلع الصورة الحلوة، ولكن حريصين في إن إحنا نتكلم عن كل التفاصيل. أنت في المطبخ بقى تفاصيلك إن الأكل يطلع حلو، تفاصيلك إن يكون ضيوفك يقولوا تسلم إيدك. شفت القوام بتاع الصوص؟ شايف اللون والقوام؟ ده البراون صوص. حلو قوي. نسيبه على النار يغلي كده بالشكل ده كده. شويه النشا دول باخدهم كمان على البسله هنا. ده قوام زي الفل. الله. شوربه البسله كمان بالكريمه. حلو قوي. تمام، الكريمه اللباني موجوده معانا. ايه الاخبار؟ امتى تنزل الكريمه اللباني؟ دلوقتي دي وقتها. الله، الصوص ده حكاية مع شوية رز أبيض، رز بسمتي أبيض حكاية. ممكن لو مكرونة كده وايت أو مكرونة مسلوقة عادي بالزبدة، ألف أنا وشفا. شفت القوام بتاع الصوص ده كده؟ أوريك القوام. يلا نشوف القوام مع بعض. خرجنا الجميل شباب حبايبي ناسي الطيبين. القوام بتاع الصوص بتاع البوبيت. بص عليه كده. بص القوام ده كده. الله. عامل زي الاسترجانوف. الاسترجانوف ده طبعا شرايح اللحم، بتاخد جزر، بتاخد مشروم، وبتستوي على النار، وبعدين بتاخد الكريمه اللباني، والقوام بيبقى بنفس الشكل بنفس اللون. هي طبعا اكله من المطبخ الروسي اللي هو الاسترجانوف. شايف القوام ده كده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ نسيبه على النار، ناخد بقيه الكريمه. بص الكريمه نازله فين؟ بص الكريمه نازله على البسله. هو ده. خلصت كمان الشوربه بتاعت الجميله الحلوه. شفت القوام؟ الف انا وشفك. نغرف الاكل مع بعض.
شيل ده من هنا كده. عينيا يا فندم. ونغرف كل الاكل دلوقتي. شيل كل اهم حاجه لما نيجي نغرف الاكل بتاعنا والترابيزه مطبخك نظيف ورايق وزي الفل، وتبقي عايشه الحكايه اللي انت عايشاها ازاي تطلعي طعم لطيف وجميل. شفت الشيف المغازي دايما ايده عينيا اهو. بقول لي يا شيف نضف لي البوتاجاز عشان الصوره الحلوه كالعاده تتحدث عن نفسها. كل التفاصيل انا معاكم اول باول. تعالوا مع بعض نغرف اول حاجه طبق الشوربه. شفت الشوربه والقوام بتاعها كرفس فيها، كريمه اللباني فيها، بسله تفاصيلها وانا بشربها. مش لازم، ممكن ومش ممكن حسب الرغبه. انتوا حابين ايه؟ نضربها بالهاند بلندر انا ما عنديش مشكله. نضربها في الخلاط هتبوظ الخلاط وجوزك يزعل منك. معانا الهاند بلندر عادي زي ما انتوا عايزين، دي اختياري. بس بصراحه انا شخصيا بحب اخد التفاصيل بتاعه الشوربه. نعمين يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر حاضر يا فندم. والله المخرج بيقول لي خليها كده، بس انا والله بحبها كده بصراحه. ليه بقى؟ تفاصيل البسله بتبقى قدامي وامضخها كده تحت اسناني يطلع السكريات بتاعتها. بتبقى لطيفه قوي على فكره. طبق الشوربه جاهز. اللهم صل على النبي. شفت التفاصيل؟ شفت الشوربه؟ اهي. اهم حاجه الكريمه اللباني هنا بمحتوياتها البصليه اللي اتحمرت مع التوم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شايف القوام؟ بس كفايه. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ الشوربه كمان خلصت. نشيلها من النار. معانا صوص طماطم. نشيل الحاجة دي من هنا عشان مخرجنا يجيب الصورة الحلوة. ألف هنا وشفا للي هياكل. نجيب طبق البوبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا غالي. المركب الحلوة دي كده. هنعمل حاجة حلوة قوي بقى. واحنا بنغرف البوبيت ده. هنعمل ايه يا شيف؟ بناخد من صوص الطماطم ده كده شوية هنا. اختراع ده ما كانش في الحسبان. حلو قوي. تمام. ومعانا الصوص بتاعنا الجميل ده كده اهو. لا انا عايزك تدلع الصوره دي. بالله عليك. بالله عليك يا مواطن. اهو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو. زي الفل. حاجات كده بتطلع معاك حسب النية يعني. انت بتحب المطبخ، بتحب شغلك، بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى مسهلة معاك. تعالوا مع بعض. الله. الاتنين بوبيت. خلي بالك في توزبيكس هنا هنرفعه عشان ما يجيش تحت اسنان جوزك. سيبها لما تبرد شوية. حاضر. احنا حطينا اربعة. دول الاثنين اذا حبينها ممكن نحط وايت صوص عادي. الف هنا وشفا. الف هنا وشفا. الصوص ده خليه على جنب بعد ما نخلص الحلقه، انا ليا تصرف معاه. طبعا الحاجات دي انا بحبها بقى، بيبقى طعمها حلو، واخده من طعم اللحمه وطعم البهريز وكل حاجه بتبقى لطيفه. نروق السرفيس بتاعنا. عايزها فين دي يا مخرجنا يا حلو يا جميل؟ هنا مكانها عينيا. الله عليك، تحفة فنية. حلو قوي. الجرنش بتاعنا ممكن ممكن. الله، معانا خس كابوتشا لطيف حلو. دي حاجات بقى إضافات تقدري عندك وقت تعمليها. أنت تأمرني حبيبي. شفت الجو ده كده؟ عارف ان انت بتحب الدلع. شفت؟ نسمع كلام مخرجنا بيقول يا سلام لو حطيت البلانش الخشب تحتيهم. انا عارف، اتعلمتني ان ايه بقى الحاجه اللي هي مستواها. يا باشا انا اريك خبره السنين يا شفيق. طلع كفته عينيا. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا كفته. وصلت لفين يا كفته؟ الله، بص على الحلاوة بقى.
بص على الحلاوه وصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. الله اه ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ غرفه مع بعض مع صوص طماطم. السرفيز الحلو ده كده اه. الله ساعدنا شويه كده يا حلوه. هو ده اه. دي داخلها رز وداخلها خضار. اللهم صل على النبي. صوص طماطم اه. الله شفت الشكل ده كده؟ انا اقطعها دلوقتي مربعات. صوص الطماطم ده بقاله تقريبا نص ساعه على النار. حاضر عينيا، بس ادوني هسه من الطين بس بعد اذنكم عشان عايز اعمل حاجه حلوه. طبعا الكفته ده عجبني قوي. اه شفت بقى ازاي هنعمل؟ هو ده هو ده يا شيف اه. شفت الجو ده كده اه. الله اه الله اه كده اه. الشكل ده كده اه. الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ بالراحه كده هو ده. ايه الحلاوه دي؟ وصيامي فيهاش بيض عشان ما تتماسكش، فيها خضار، فيها كوسه، فيها جزر بالشكل ده كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ تعالي يا حلوه. الله اه. طبعا خلي بالكم اقول لكم على سر حلو بجد اه. ايه الحلاوه دي اه. تعالي بعدين ايه على فكره الطعم فيها بقى متنوع اه. الف هنا وشفا للي ياكل. مطبخنا على شاشه القناه الاولى زي ما حضراتكم شايفين، في افتكاسه طهويه، في خبره طهويه بتلعب دورها هنا في انك تعملي اكل باقل تكلفه ممكن، ولكن من اي مطبخ انت حباه مفيش اي مشكله. عملنا كفته الرز بالخضار صيامي طلعت بالشكل الحلو اللطيف، عملنا كمان شوربه البسله بالكريمه اللباني لطيفه وحلوه وقدمناها بشكل جديد عشان تفاصيل البسله وغنيه بالبوتاسيوم، عملنا طبق بوبيوتي جميل جدا طلع معانا اتنين صوص لطاف جميل، الصوص بتاعنا البراون صوص مع الصوص الريد صوص تبقى لطيفه وحلوه، نقدر نقدمها كمان مع الوايت صوص حسب الرغبه. يعني نقول مع بعض رؤيه وفن وابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى من ماس بيرو.